المطرية التي سجلت في الفترة الأخيرة بمقاييس مهمة بالمناطق الشمالية سيكون لها وقع إيجابي على القطاع الفلاحي. ستستفيد على الخصوص زراعة الخضروات والأشجار المثمرة، وفي المقابل زراعة الحبوب والقطان خاصة في الأراضي البورية تبقى متضررة بعد الشح الذي شهدته بداية الموسم الفلاحي. الروبورتاج في النشرة من مدينة الحسيمة مع عبد الحميد المرابط وعبد العلي عمراش. الأمطار الأخيرة التي لم يتجاوز معدلها 15 مليمترا بالحسيمة تسهم نسبيا في التخفيف من حجم الخصاص المسجل في التساقطات المطرية التي لم تتجاوز 80 مليمترا منذ بداية الموسم. أمطار كان لها وقع إيجابي على بعض الخضروات كالبطاطس والبصل بالإضافة إلى القطاني كما هو الحال هنا بمنطقة أصغار بجماعة آيت يوسف وعلي. كمية الأمطار التي تساقطت في الأيام الأخيرة قليلة جدا بحيث لم تكن كافية لإرواء الأراضي الفلاحية، فالضيعة هنا تحتاج إلى كمية كبيرة من المياه لتمكين المغروسات من النمو. نسأل الله المزيد من الغيث النافع، وحدها الأمطار هي التي تحمي الفلاح ومشيته من المعاناة والضياع. لكن تأخر التساقطات المطرية هذا الموسم وعدم تغطيتها لجميع مناطق الإقليم جعل الصورة تختلف تماما هنا بجماعة أيت قمر القروية، حيث ألحق الجفاف أضرارا بالغة بزراعة الحبوب والقطان التي تشتهر بها المنطقة. اللون الأصفر بدأ يزحف على ضيعة المزارعين الذين بدأوا يجأرون بالشكوى من تراجع المحصول وتقلص المداخيل. في هذه الساعة ما كاينيش البنا، ني باون، ني الزرع، ني الربيع، ني حتى شي حاجة. ودابا ضايعين الناس كيقيلوا كيجريوا باش يجيبوا الكتيبه، ما عندهم ما يجيبوا وما عندهم باش يشريوا. النخاله القرش دابا كيدير 13000 فرانك 40 كيلو، والديك كيدير 10000 فرانك. حاجه ديال الماكله دابا اللي كياكل البشر رخيصه من اللي كتاكل الكتيبه. طيب خصنا المعاونه اقرب الوقت. الوقت مزايره. الظرفية الحالية التي يعيشها الفلاح هنا قاسية جدا، نسأل الله أن يرحمنا بغيثه النافع في القريب العاجل. أما بخصوص التساقطات الأخيرة فلم تكن كافية من أجل إحياء الأرض وإنعاش مراعي الماشية بالكلاء. ندرة الأمطار معطى بصمة بقوة الموسم الحالي ونحمد الله على كل حال. الحمد لله. للتذكير فالمساحات المزروعة بالحبوب بإقليم الحسيمة تراجعت هذا الموسم إلى 56 ألف هكتار، أما زراعة القطان فقد تراجعت بدورها من 15 ألف هكتار عادة إلى 12 ألف هكتار، مساحة على قلتها ينتظر أن تتراجع مردوديتها بحدة بسبب الجفاف الذي أطل برأسه هذا الموسم على منطقة الريف وغيرها من مناطق المملكة.